داود من زاوية أخرى، حاسس حتى هذه اللحظة الزمالك ما عندوش اللاعب اللي هو الكرييتور، اللاعب المبتكر، اللاعب اللي بيصنع، اللاعب اللي بيحرك اللعب بصراحة شديدة منذ رحيل أشرف بن شرقي. في لعيبة مهمة في الفرقة، في زيزو مهم طبعا، إمام عاشور مهم في الفرقة وباقي اللاعبين، بس اللعيب اللي يعمل لك حالة ده من بعد رحيل أشرف بن شرقي مش موجود. طيب خلينا نقول أنا شايف إن مشكلة الزمالك الرئاسية من بداية الموسم مش في الشق، مش في الانهاء، في التلت الاخير في الملعب. مشكله الزمالك في تلت قبل كده، في تلت مبكر عن كده، تلت صناعه اللعب. الزمالك مفتقد لعيب عنده قدره على صناعه اللعب، عنده قدره على الوقوف على الكوره والتفكير للفريق. اوقات بتحتاج لعيب في نص الملعب قادر ينظم الهجمه، قادر يقود الهجمه، قادر يقول لك انت تخرج منين او تقف على الكره فين. صحيح. اشرف بن شرقي كان بيقوم في الدور ده للزمالك، تسلمه من قبل كده من شيكابالا في نهايه السيزون بتاع كارتيرون، السيزون ده اللي كان ابتدى الدور ده فرجاني ساسي. زي ما قلنا احنا هنا فرجاني ساسي كان بيلعب في مركز 8 كان هو اللي بيقوم بالدور، شيكابالا كان بيلعب في مركز 10 هو اللي بيقوم بالدور، تسلمه اشرف بن شرقي اللي بيلعب في مركز الجناح. احنا بنتكلم عن دور مش عن بوزيشن في الملعب، مش مكان في الملعب، لكن دور محتاج ان يكون عندك لعيب بيقدر. الفرق العالميه عندها 2 3 كمان بالظبط. انا شايف حتى كل الفرق محتاج يكون عندها فعلا لعيب في نص الملعب ولعيب في الثلث الاخير يقدر يقوم لك بالدور ده. حابين نستعرض احصائيه نوضح قد ايه غياب اشرف بن شرقي فارق مع الزمالك خلال الموسم الحالي. هنقارن ارقام اشرف بن شرقي الموسم الماضي بارقام الاثنين لعيبه اللي عوضوه الموسم الماضي والمفروض يعوضوه. بالظبط بالظبط. احنا هنا بنتكلم عن ارقام بن شرقي، ماذا قدم اشرف بن شرقي مع الزمالك الموسم الماضي، وماذا قدم نضاي وشلبي مع فرقهم الموسم الماضي اللي بناء على اللي قدموه الزمالك تعاقد معاهم. هنا بنتكلم ان اشرف بن شرقي لعب 2581 دقيقه، في مقابل ان شلبي مع نضاي الاثنين مع بعض لعبوا 4838 دقيقه. بنتكلم ان الاهداف من لعب مفتوح اشرف بن شرقي سجل 10 اهداف من لعب مفتوح الثنائي مع بعض شلبي ونضاي في عدد الدقائق اللي هو اكتر بكتير من اشرف بن شرقي، مسجلين 14 هدف مع فرقهم. لما نتكلم على التمريرات المفتاحيه، ودي النقطه الاهم، ده الشيء اللي بيفتقده الزمالك حاليا، اللاعب اللي بيقدر يعمل التمريره اللي تساعد الفريق على ياخد وضعيه افضل داخل الملعب. اشرف بن شرقي السيزون اللي فات في 2500 دقيقه لوحده عمل 43 محاوله تمريره مفتاحيه. شلبي ونضاي السيزون الماضي مع فرقهم في لاعبين اكتر من اشرف بن شرقي بنتكلم 4300 دقيقه عملوا 36 محاوله. وده الرقم الصادم اللي لازم نقف عنده، ما نقدرش نتجاوزه باي حال من الاحوال. احنا بنتكلم ان نضاي بالمناسبه مسجل نفس عدد الاهداف اللي سجله اشرف بن شرقي، 10 اهداف بن شرقي و10 اهداف نضاي. لكن هنا بنتكلم واحنا بنقول ان مشكله الزمالك في الصناعه، ما تقدرش تتجاوز ان كان عندك لعيب بيقوم بكل محاولات التمريرات المفتاحيه دي وعوضته باثنين لعيبه لعبوا اكتر منه بعدد كبير جدا من الدقائق وارقامهم كانت اقل منه. هنا في مشكله كبيره وواضحه عند نادي الزمالك. لما نتكلم كمان على صناعه الاهداف، اشرف بن شرقي الموسم اللي فات في نفس ال 2500 دقيقه صنع 8 اهداف، في المقابل شلبي ونضاي مع فرقهم السيزون اللي فات صنعوا هدفين فقط في 4300 دقيقة مقارنة باللي قدمه أشرف بن شرقي. هنا برضو للأمانة الإحصائية مهم نعرف الناس إن وضع نادي الزمالك هجوميا أفضل من وضعية نادي إنبي، والنادي اللي كان بيلعب فيه كمان نضاي كان خلينا نقول رقم زي التمريرات المفتاحية في نفس فرقة نضاي كان فيه لعيب كان سويسري كان محقق نفس الرقم اللي محققه أشرف بن شرقي، فدي برضو مش حجة، فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، دي نقطة في منتهى الأهمية.